بنخلي هذه آخر قصة. كان محمد بن عبد الله كاتب عند البرامكة قبل، بس البرامكة ماتوا، فصار كاتب عند الوزير الجديد اللي هو أحمد بن أبي خالد. فالناس يدخلون على الوزير الجديد ويقولون طلباتهم له، والوزير يأمر ومحمد يكتب، دائما هذه شغلته. وفي يوم من الأيام دخل رجال على الوزير وقال للوزير: أنا معدم، أنا لا أملك مال مرة، وعندي حرمة وعيال وبنات وخوات ودي كد عليهم، فلو يجينا منك صيلة ولا عطاء. قال الوزير: ما في مشكلة يا محمد. قال محمد: سم. قال: سجل 500 درهم للرجال. قال محمد: طيب. ويسجل محمد 500 درهم. طيب. قال محمد: طيب وخواته وعياله وبناته كم سجل لهم؟ قال الوزير: لا لا، 500 لهم كلهم. لا كلهم. قال محمد: 500 عياله وخواته وبناته وحرمته كلهم. قال لي. قال محمد: طيب. يروح راس محمد قال: الله يرحمك يا جعفر، جعل عظامك الجنة يا جعفر. يقصد جعفر برمكي. يروح محمد سجل 500 له ولعياله وبناته. والوزير التفت علي عنده قال: هو ايش قال؟ وتكلم قال شيء؟ قال: لا طال عمرك تمتم بينه وبين نفسه. قال: انا سامع. قال: لا مشي الامور، ما قال شيء. قال: يلا ما في مشكلة، يلا دخلونا اللي بعده، دخلوا اللي بعده. ويدخل بعدها اعرابي قال: يا الوزير. قال الوزير: سم. قال: طال عمرك انا مسافر ورايح مديرة بعيدة والله، وبعيري كبير وفيها امراض والله لا يوديني. قال الوزير: طيب ما في مشكلة يا محمد. قال محمد: سم. قال: اكتب عالج بعيره. محمد نزل قال: كيف كان عالج بعير؟ ارصصه ازنه لك تعبان. يقول: بعيره بيسافر، هو بعيره بيموت. قال الوزير: اسمع عرابي. قال عرابي: سم. قال: بعيرك كيف يتنفس؟ يطلع هواء يدخل هواء؟ قال: ذاك لا، يدخل هواء بس ما يطلع. قال الوزير: اسمع والله خسائر، والله خسائر، تاخذ قيمة بعير جديد يعني. وينك رايح؟ وين تبي تروح؟ قال عرابي: يا اخوي انا بروح المدينة. قالوا: يسدك وديك المدينة. قال ذاك يا طويل العمر، انا تراني يدهر رجلينه كل ليل قبل لا ينام، يدهر تعبان، بعير كبير تعبان، ما يقدر يشيل الاغراض لين يوصلني المدينة. قال الوزير: يا اخي مو بلازم يشيل هالليل كله، انت شيل مرة ويشيل مرة وشيل مرة لين تحصلوني، يا اخي الامر بسيط. قال الوزير: يا محمد سجله خلاص، بعد معها 100 درهم. قال الاعرابي: 100 درهم هذه الشعير حق البعير بس، يعني انا مشاكل. قال الوزير: يعني انت لازم كلام مختلف عاد انت. قال: وش اكل مع الشعير؟ قال: خلاص حط له 200 يا محمد. محمد يكتب 200 درهم. محمد فراسه. قال: فضل بس الله يبرد عليك قبرك، الله يرحمك. قال الوزير: لا المره سمعته. قال: لا والله سمعتها المره. قم اطلع برا، انا ما بيقول السجن، اطلع برا، حط الاوراق، نزل اوراق هالك محمد. قال: يا اخوي ما بالك شغل. قالوا: عطوه عطائه. قالوا: ايش بتعطيني 5 دراهم؟ ها كان اعطيك انا. يطلع محمد من عنده زعلان، يروح يجلس برا. يطلعون الناس من اللي كانوا في المجلس، يجون عند محمد هو برا، هو جالس قافله معه، هم بيكلموا. قال: لا تلحد يواسيني يا اخي، خلوني. ويجي العرابي. قال: انت بعد لا تواسيني. قال العرابي: انا ما والله ما بيواسيك، بس اوراق حقت الشعير معه. قال لي: هاكي. هم يجون عند محمد. قال: ايش فيك؟ قال: يا اخي قهرني. انتم تذكرون عطى البرامكة كيف، هذا كيف يعطي؟ قالوا: يا اخي البرامكة ماتت خلاص. قال: انا والله اللي مت مع البرامكة. قالوا: تراك ما علمتنا وش سالفتك كنت مع البرامكة، وش قصة حبك لهم؟ قال: انا اعلمكم سالفتي مع البرامكة. قال محمد يقول: كنت جالس في مجلس البرامكة، هذا هو الفضل بن يحيى، وهذا ابو يحيى بن خالد، وهذا جعفر، والناس والخير والدنيا والخدم. يقول مسلسلين. يقول والتفت لي الفضل، قال: يا محمد. يقول: انا جالس فخر مجلس، كل انسان بسيط فقير عادي. قلت: سم. قال: تغديت اليوم يا ابوي. قلت: الله بشرك. قال: تعشيت. قلت: الحمد لله. قال: تقهويت. قلت: ايه الله يسلمك. قال: حلو، طيب متى ناوي تعزمنا كلنا عندك؟ يقول: انت مستوعبين البرامكة ذولي ما هو على محيط يعني الشام وبغداد، لا لا، على محيط العالم الاسلامي، ذولي كله وجهاء العالم جالسين والوزراء جالسين. قلت: سم. قال: متى ناوي تعزمنا عندك؟ نجي كلنا في بيتك. يقول: وانا اسكت. يقول: انا احتري البارت اللي يضحك ونضحك حنا وتنتهي السالفه، يصير الموضوع ضحك استهبال. يقول: لا طول، يطالع فيني كذا. طال عمرك يعني انا والله بيتي صغير ولا الماده اني لك عليها. قال: يا اخي عشنا مع عشا بيتك، حنا راضين يا اخي. طال عمرك يعني. يقول الواحد من الوزراء: ايه والله نبي نجي. قلت: انت اسكت اصبر اشوف الموضوع. طال عمرك يعني ما يشيلكم والله، ولا يشيل وجهتكم ولا مكانتكم اي شيء يعني، ما عندي انا ما. قال جعفر اخوه الفضل: ترى خلي الرجال. قال: لا والله. قال: وش فيك؟ قال: لا والله. انت عشاء عندنا وتغدى لك اسبوع صح؟ قال: ايه. قال: عزمنا عندك يا اخي. قلت: يا اخوي ما عاد مقدرها، صار ما عاد جايكم. طيب قال: لا عزمنا عندك.
يقول يكلمونها الناس خلي، قال والله ما خليه، والله اللي تعزمنا عندك. يقول وانا اتوتر وطالع الوجهاء والوزراء فمجلس كلهم يطالعون فيني. قال الفضل البرمكي يا حبيبي عشنا خضار يا اخي، ما نبي، احنا ما نبي شيء بس نبي نجيك في بيتك انت عش. قال محمد طيب امهلني. قال امهل كم؟ قال امهلني يعني سنة. قال مش انت تحتل الخضار يمت، انت ناوي تزرع من الحين؟ قال لا بس يعني رتب وضعي. قال له ما في سنة، ايش سنة؟ احنا ما نضمن احنا نعيش. ويقولوا هم يحاولون فيه هو ما ادري ايش. قال اسمع اخر مهلة لك شهرين. قال طيب محمد الفضل يرفع صوته قال اسمع اي شهرين عند الرجال. قال واحد من الوزراء انا احنا والله ماشيين بنطلع على الحجاز يعني. قال لا لا نادى الحجاز يجون ايش عند. قال محمد يا اخي كرام النفس هواها يا اخي خلهم يروحون اذا ما استعجل. قال لا ما حد يروح كل الناس تيجي. سمعتوا؟ قالوا تام كل. يقول لا الهم يوم صابني وحائز. ومحمد يرجع ويدخل على حرمته في البيت ذابح الهم، شفت وجه اسود. قلت ايش فيك؟ قال ابد والله عندنا عشاء. قلت من عازم؟ قال والله عازم البرامكه. قلت البرامكه؟ قال والوزراء اللي معهم. قلت كيف؟ قال والمشايخ كل جاهيه الدوله بيجوننا هنا. قلت محمد حبيبي ممكن تمشي اربع خطوات وراء؟ قال اوكي. ويرجع اربع خطوات. قلت انت وينك الحين؟ قال انا برا البيت. قلت حلو هذه مساحه بيتك تعزم. اسمعني طلقني الحين انا ما في فضايح، طلقني وروح اعزم هارون، ادخل على هارون الرشيد اعزمها الحين، انا ما يدخل فيك. قال بنت رجوة خلي سمعتك فين ويقعد يشرح لها الوضع كله. وينتشر الخبر عند اهل الحاره ان محمد عزم البرامكه وبيجونه يوم قربت المده. وجيران يجون يطقون باب سلام محمد. قال هلا. قال هاك رجل عنز يعطي واحد رجل. قال الله يجزاك خير في الرجل ان شاء الله نعوضك في الافراح رجل العنز هذه. تيجي عجوز معها طحين وتحط هاك طحين. ويجون ها الجيران واحد جايب خبز واحد جايب اغراض. ويجي واحد قال هات ورعينكم، هات ورعينكم احطهم عندي في البيت على الاقل يتوسع شوي. يحترون برامك هم. يوم جاء موعد المده الواحد من جيران يطق الباب ويفتح محمد. قال وش كشف شو اللي في اخر الشارع؟ ويطالع محمد الا الخيول الاصايل النوادر والبرامكة عليها والناس معهم وجايين. قال محمد اقفل الباب الحين. قال ايش تقفل الباب؟ قال يا اخي ما ادري انا متوتر وش اسوي الحين يا ولد ما جهزت. قال انت قدورك تطبخ؟ قال ايه. قال خلاص معني بيستر الله انا مت. هم يجون برامكهم يحطون خيولهم عند الباب خيول. هم يدخلون ما شاء الله ما شاء الله منزل مبارك. هم يدخلون يدفون الباب ويدخلون كلهم في البيت. ويدخل الفضل بن يحيى وجعفر والفضل يجي يفتح القدور ما شاء الله ادام هذا خبز يغمس علي. مش وش الطعم الزين ذا جعفر تعال ذق ويذقون ايش. قالوا الحين هذا المطبخ وين نجلس حنا؟ قال هنا ازعف الله اكبر ازعف هناك واجلسوا كلكم. ويوم يجلسون شوي يتزاحمون كل راسين بعض وجالسين. ويجي واحد بيجلس محمد طالب. قال انت من؟ انت من؟ قال انا ولد الوزير فلان. قال طلع برا. قال انت انا من الناس اللي انت عازمني في المجلس. قال طلع برا شوف المكان ضيق. قال طيب اجيكم يعني بعدين؟ قال لا تجي اطلع برا طلعوا اطلع برا لا تقلق. محمد يرجع لهم يطالع فيهم يا مرحبا ومسهلا ابرك من زانا انا توترت مع محمد ابرك من جانا والله هو يجلس. وقعدوا يسولفون شوي. قال الفضل محمد جيرانك من؟ قال محمد والله طال عمرك اللي على يساري هذا سعيد التميمي. قالوا ابن محمد. قال يستاهل النعم الله. واللي يمين هذا طال عمرك هذا واحد من بني سعد جاي جديد. قالوا نعم ما شاء الله. واللي قدامي المسجد واللي وراي هذا والله اني ما اعرفه بانيين جديد بس انه يفتح شرك وراه. قال الفضل كيف ما تعرف جارك؟ كيف ما تعرف ذا؟ انت على مكانتك عندنا في المجتمع ما تعرف جارك من؟ قال والله طال عمرك يفتح ورا ويصلي في المسجد اللي ورا ولا نعرفه والله يعني ولا جالنا يحتكاك هو ساكن جديد يعني. قال كيف ما تعرفه؟ يا ولد نادوا لي الحرس. هو يدخل واحد من الحرس. قال محمد ايش بتسوي طال عمرك؟ تكفى لا تحرجني مع جيراني. قال شف ان الرجال ذا من هو اللي هنا؟ قال والله طال عمرك ترى انا ما نقابله والله ولا نشوفه. قال فضل اجل اكسر جدار هنا وادخلوا عليه. قال جعفر اخو الفضل تكفى لا تحرجنا مع الناس وش تكسر جدار؟ قال فضل اكسر جدار. هم يكسرون الجدار اللي بين بيت محمد وبيت الرجال ذا. هم يدخلون يدخل محمد معهم. محمد مستحي من جاره. هم يطلعون القصر والغلمان والجواري والدنيا. قال الفضل وين راعي القصر؟ قال واحد من الخدم الغالي داخل جدار كاسر جدار تسأل راعي القصر. قال الفضل وينه؟ قال ارسلنا في طلبه بيجي. هم يتمشون الفضل في شوفة ناس ترى. يدخلون في القصر ومحمد معهم يطالعون. يقول حنا ندخل اسطبل فيه نوادر الخيل. يقول الاسطبل أحلى من بيتي كله اسطبل الرجال ذا بس. يقول حنا نتمشى. قال الفضل وين أتأخر؟ قال هذا هو جاء هو يجي الرجال مدرم حق صير هو يجي. ويجي راعي القصر معصب لين وصل عند الفضل. هو يضحك والفضل يضحك. هم يلتفتون كلهم على محمد. قال محمد وش؟
قال طال عمرك القصر ذاك اللي بوه قصرك. قال فهمتك؟ قال القصر ذا قصرك، القصر ذا انا امر ببنائه ورا بيتك، واحتريت انه ما بقى له الا شهر شهرين ويخلص ويسوي الحركه دي فيك. هذا قصرك، والخدم ذولي خدمك، والجواري ذولي جواريك، والخيول النواد اللي في الاسطبل دي لك، والمزرعه اللي ورا دي لك، كل هذا ملكك. يقول حرمتي تجي وتقف بجنبي، احنا نطالع في القصر ونطالع فيهم. يقول ما انا مستوعبين لين صاح جعفر. قال يا الفضل. قال الفضل سم. قال انفرت بالمكارم كلها ولا تركت لي شيء. شف 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 المنافسة اللي انا اقولها اللي ذابحتني في البرامج. قال الفضل طال عمرك القصر ذا كله والخدم والحشم يبون لهم تكلفة. تكلفتها خلها عليك انت كلها دي. هو يستغنس جعفر. وجعفر يلتفت على محمد. قال محمد ما انت القصر ورواتب الخدم والجواري علينا مدى الحياة، لا تشيل همه. ذول البرامكة. محمد يصيح على اللي عنده بعد فترة، قلت ها يوم تقولون لي تحب البرامكة، ذول البرامكة. يروحون اللي عنده يواسونه، هم طالعين عند بيت الوزير يواسونه يضمونه، قالوا ما عليه يعني، حتى العرابي سمع السالفة ورجع لك قيمة الشعير، قال ها تحتاجها أنت، ما عليش أنا. كانت هذه يا أخوان نهاية قصصنا مع جود البرامكة والفضل بن يحيى. الفضل اللي قال فيه واحد من الشعراء يقول والله لولاك لم يمدح بمكرمة خلق ولم يرتفع مجد ولا حسب. أريكم مصادرنا، مصادر سوالفنا يا أخوان من كتاب المحاسن والمساوي. أنا اللي عندي نسخة إلكترونية تلقونها في صفحة 222 تقريبا، وعندنا طال عمرك كتاب قصص العرب وفيه للبرامكة تلقونها 126 صفحة 206، تلقون الأحداث كلها موجودة هنا. طيب وعندنا طال عمرك الكتاب هذا شوفه جيد للي ودهم يقروني بدون من جديد، اللي هو شعراء قتلهم شعرهم، لأنه يجمع بين أدب وقصة. ترى والله ما أخذت عليه فلوس، نصيحة بس، فاعذرون على طالح، اعذرون على قصور، ونشوفكم إن شاء الله على خير فمان الله.